شكرا شكرا ايها المخرجون، رانا في مخبر كوميديا. مخبر كوميديا. اهلا وسهلا بكم، عدنا وسنعود هذا الموسم الثالث. الحلقه تاعنا حلقه الشباب. والآن مع أول ظهور مع فا 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 فيروز. السلام عليكم، معكم فيروز من وهران. أنا جاية من رفيع بزاف، مقلقة، نشعل نشعل كالزلاميس، مريحة في الدار. جاتني خدمة حتى لفمي في ميسكو شاه أوتي الزيلاغ في ميسكم. هذه كاميرا تاع أوتي الزيلاغ ماما غي جيلالي ما بغاش والو، قال لي نخدم. قلت لك نخدم، هو مشي ما بغاش مسكين، خاف عليا ماما غي. اوي قلت له نخدم، ما فهموا والو، شوف غير الطباسة رايحين والمقالي جايين، الطباسة رايحين والمقالي جايين، عنده الزهر جا والجوارين، سلكوه من بعد جيلالي من بعد الهضرة. فت الباجاج ديستيناسيون لايروبور، كبت الطيارة يا هنا كمل البارتية. غير دخلت ما كاش لي يهدر معايا وما كاش لي يشوف فيا. هيا رجال منا نساء منا والمستشات راكم عارفين دربوك عليا كما يميركم. ديروا لي كاسك لي ماسك، اللي عنده شي قدره شي كسكاس يرفده يكوفري بيه، ما تحسيش ديرها في بين الطياره. تفيق عليها تفيق عليها تفيق عليها، خفتي خفتي في بالي خفتي. لا خفتي دهشتي. انا منرفيه كيفها خاف. هاي وهذه اوتيس دو لير تاع الصح، بصح تاع بابور ماشي تاع الطياره. تفيق على فيروز تفيق على فيروز. هلا فيروز شوف شوف على ما تجيها. راكم خلصهم؟ لا والله ما خلصهم. انا ما عندي سيكري ما نقولها لكم، كاين فنان كبير ماشي جزائريه كان يخلص الببليك بس راه يصفقوا عليه. انا معاكم سيريو من بعد نقول لكم شكون. تفضلوا. السلام عليكم، معاكم معاكم خديم حسين معروف باسم لوفي، ولايه وهران بلديه حاسي مفسوح. راني مخلوع، الخلعه مازال راها قاضبتني، حقا ده عندها راني مخلوع. انا قبل ما نجي ندير كاستينغ تاع مخبر كوميديا نمت واحد المنام ماشي كاع كيما منامت، نمت روحي انا هو مول المخبر تاع كوميديا. الله اكبر. اي ورا عزوج ورا ميوبي ورا ما زبرغ ورا النوفل ورا بريدي قاعد ورا سامي المخرج. صح خليني نكمل لك. ورا المدير. والله غير منام والله غير منام. ما تلومش هذه ما كانش منام. صح هذه نكمل. هذه ما فيهاش منام، الناس تخدم وناس. وطعشان نمت انا، نمت روحي انا هو مول المخبط وميهوبي جاي يلعب عندي. ايوا هيا قدم لي هيا قدم لي قدم لي قدم لي قدم لي ميهوبي. شكرا. وقديت ميهوبي اللي يلعب بزاف غايه غايه غايه. انا غلطت منه، هي يقول لك غير وما تحسدش. ساعطيتني العلامه؟ لا استقبل. انا بغيت نعطيك حمراء. خرجت لي اهراف. عاود عاود هاكا عاود معاه تعسلت معاه. ميهوبي يفوت هنا. لا استقبل تضحك يفوت هنا.
خاش لي بلاكه زرقاء قطره وين يفوت بهوبي يفوت هنا مالو ايران خاش لي بلاكه زرقاء قطره كتبت لي ناو ديسك الملا ما بغاش يطلع ما عليناش اخاوتي نفطن طلقتو حي جيعان عطشان طلقتو حي نبكي اوت الكوزينه باش نشرب الماء انا غير شعلت الضو وتوت عليها ود الحيه كبد كاع الليل ولا نخمم كنت غير ديناصور ولا هاد الحيه نوض الصباح تلاقي تما قلت انا حكيت لما شفت قلت لي علاش شتها قلت لها لا ما مشي انا شفته هو شافني خاطش هو اللي هرب مشي انا اللي هربت قلت لي دب راسك اللي اختك اضبح كيندير 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 نعيط لهذا عمر صاحبي يعرف كل شيء جا عمر حكيت له شاشت قال لي هذا مكان قلت له هو قال لي غيفار مغيبها لك قلت له هو هذا مكان غيفار هذا مكان قال لي غادي نقول لك حاجه قال لي حاول هذاك الفار باش يخرج لعبت هذاك الفار لعبت هذا المقطع تاع دراما قاعد تقول له الفار الله يرحمه خرج والله لا عندك الف والله اي والله اللي جبت لك هذاك الفرماج انتقل بصح قلت له غير حاجه قلت له غادي كنت خرج غادي نفوتك في مخبر كوميدي ايوا دابا نقول لكم حاجه هو نامني انا فوت هنا بصح انا نقول له انت محال تفوت هنا صاي طولت طولت درت دقائق صاي مكا عبد القادر السلام عليكم سلام شو. سلام وحشتك شيخ سلمك الله يخليك السلام عليكم بيبليك مخبر كوميديا ما شاء الله قدم روحك سامين عبد القادر مكعوم من ويت عين تيموشن سبيك على تيموشن على اخوتي قال لي بغي يلعب هواء فنان كبير في تيموشن شكون هو فنان كبير كاع شكون في تيموشن مو ولي عرفوه كاع مسعود باللمو زيد باللمو تفيق على باللمو على اخوتي اللي يلعبها واعر ويبين روحه رجله يروح ليرجونس في الليل ياكل حبه كاشي تاع الراس يروح ليرجونس داخل ليرجونس انا فيها درسه باغي نقلعها تشت واحد داخل ورا الطبيب ورا ورا الطبيب ورا هذا شوف فيه جا واحد لاجون سيكوريتي تا كيتسمى اجون سيكوريتي راه بيه اجون سيكوريتي سيد جا واحد لاجون سيكوريتي الاول بالاول والزاوج بالزاوج الاول بالاول والزاوج بالزاوج يعني ورا الطبيب خويا ورا لا انت الاول والزاوج مع الثالث بالرابع انت الاول والثالث مع الخامس دخلوه عند الطبيب سيد غير دخل للطبيب الطبيب قال له ولدي شا عندك باغي نخيط خويا باغي نخيط علاش تخيط قال له خيط يدي شا نخيط في رايك انت شا نخيط طلع على تريكو يده ما عندها والو الطبيب قال يشوف فيه قال لا اله الا الله محمد رسول الله خويا انت راه ضربك حمار الليل ولا كيفاه هنا ميرسي بوكو عطيكم الخير السلام عليكم شكرا مكاعو وان شاء الله يعاود يزورنا شكرا شكرا وفي اللقاء في الفرصه معليش حبس عنده وصاي سيبو حبس عنده نعاود غير تاعي ساعه ساعه دير تالي انت باللي كملت بارك الله فيكم شكرا 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 الى اللقاء في الحصه المقبله مع مخبار شكرا شكرا شكرا